اهلا ومرحبا بكم. اليوم باش نعملوا مع بعضنا كاب كيك فاني محشي بالمعجون اسفرج. هذا معجون اسفرج اللي عملته لكم. نشوفوا المقادير مع بعضنا. هوني عندي كيلو حليب نفسها سكر وقدها 3 مرات فارينة، ونفس الكيلو متاع الحليب والسكر زبدة. معناها تقيسوا كيلو حليب كيلو سكر كيلو زبدة و3 كيلات فارينة، واحدة خميرة واحد وشوية فاني ورشة ملح وكعبتين بيض. سهلة برشا وما فيها حتى شيء. ونبدأ مع بعضنا في طريقة التحضير. هوني عندي الزبدة بحرارة الغرفة، راهي الزبدة باش نحط عليها السكر. كيما تعرفوا الكب كيك والبشكوت والكل، نبداو ديما زبدة وسكر ومن بعد نخلطوا البيض. نزيد لها لهنا الفاني ورشة الملح، هوني الزبدة مازلت يابسة معايا شوية، دخلتها شوية الميكروويند كيما طرا وترخفت شوية باش نجم نركضها وتولي لي كريمية هكا. طبعا حطينا البيض كعبتين كاملة نركضوهم. بسم الله. توا البيض والزبدة امتزج مع بعضه، باش نحطو توا بقية السوائل اللي هما عندنا الحليب. بسم الله. ونكملوا لهنا بالفارينة والخميرة. نجي ناخذ الصفية هذه متاع الفارينة ونحط فيها الكيلات الفارينة، وبين الكيلة والكيلة نحط شوية خميرة هكا، والكيلة الأخرى الفارينة وشوية خميرة. قسمتها على 3 الخميرة باش تمتزج مع الفارينة وهكا. بسم الله. ونقعد ندخل فيها هكا ونحرك. نحرك بسرعة هكا باش ما تعمليش تكتلات. ملاحظة، في بلاصة الزبدة تنجمو تعملو زيت، راه نفس الكيلة نتاع الحليب تعملوها زيت. أنا باش بالزيت باش تجيكم الخوف أكثر من هكا، ميسيرش. صاي كملنا. نحط الخليط متاعي توا، نجيب القمصان هذا متاعي ونحط فيه الخليط اللي تحصلت عليه نتاع الكب كيك. الفرن متاعي من قبيله من بديت نخدم يسخن على 170 درجة، باش نخليهم على 170 درجة. وهذوما اللي كاب كيك. نجي توا نحط بالطريقة هذه. بسم الله، ياسر روعة الحكاية. نحط المعجون متاعي لهنا، ما نخاف المعجون يتيح لي في قاع الكب كيك. عندي استوس صغيره، نجي للمنخل متاعي ولا اي صفيه عندكم تحطوا فيها شويه فرينه، ونجي هكا نرش الفرينه هكا باش كي نحط المعجون نضمن ما يجينيش في قاع الكب كيك. طبعا ناخذ المعجون ونجي هكا نغير هكا في الوسط هكا. ونكملو نغطيوهم بالطريقة هذه.
لهنا زدتو 3 مغارف حليب باش نرخفو شوية باش نجم يمشي معايا من فوق باهي ويطلع لي أرطب. هو الكب كيك متاعنا لهنا احضر، ها هو الكب كيك، ها هو حسيلو طري يهبل. وهذايا المرانج ايطاليان، عملت المرانج ايطاليان، خليلكم الرابط متاع الفيديو متاع المرانج ايطاليان في صندوق الوصف، ديجا عملتها قبل. لهنا باش نقسمها على 5 الوان، باش نعمل نخلي الابيض ونزيد 4 الوان اخرين. طبعا نحطها في البوشيت، عندي انواع متاع بوشيت، مثلا خديت النوع هذايا. صراحة نشوفوا اش طلعت، بسم الله. طبعا ناخذ الكب كيك نتاعنا ونحاولوا نعملوا الاشكال. اخترت عندي الشكل هذايا، ها هو حسيت يدي كلها صبيغه وكما قلت لكم الشكل هذا. والشكل هذايا هذا وهذايا. ماذا بيكم تعملوا الوان جيل والا بودر؟ خاطر حسيت الكريمه متاعي اترخفت كمان. خساره الالوان ماهيش تراو فيها كما انا نرى فيها. نحاول نحي الفلاش ونشوف باقي الالوان مش كما انا نشوف فيها. ان توكا اهايا كعيبه مثلا. هكا كعبة زرقاء. وهوني كملت زينتهم هكا شويه باش نحط لهم شويه زينه. هذوما عندي مثلا الكرات هذيا، نجي هكا هكايا هما الالوان متاعي، ان شاء الله ما تضحكوش عليهم. انا عجبتني هذي احسن واحده، عجبتني سامبل بلو سامبل بلو بو. حاسيلو والاخرين كلهم تخلبيز خلبيز. حاسيلو ان شاء الله تجربوهم وان شاء الله يعجبوكم. طوا نقصوا الجاتو، خلينا نشوفوه من داخل كيفاش. بسم الله، ها هاكا شوفوا المعجون اللي فيها من داخل. سيرو ما نحبش نطيح الكريم شونتي هذاك، علاش هذا الكب كيك متاعنا من داخل.